في إطار حرب القوات العراقية المشتركة ضد التنظيمات التكفيرية في مدينة الموصل، دكت الطائرات العراقية تحصينات إرهابي داعش، ما أدى استناداً لمعلومات خلية استخبارات قادمون يا نينوى إلى تدمير 3 أوكار لانغماسي التنظيم ومقتل العشرات منهم في قضاء تل العفر غربي المدينة، إضافة إلى تدمير أسلحة لهم وذخيرة. قيادة الشرطة الاتحادية من جهتها قضت على 7 إرهابيين أجانب الجنسية بينهم ما يسمى مسؤول التخطيط العسكري لداعش في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، فيما تم فتح ممرات بعد تأمينها من الألغام والأفخاخ بهدف إجلاء المدنيين من الموصل القديمة. وفي هذا السياق حررت القوات الأمنية العراقية مجموعة من الأطفال كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش الإرهابي في الجانب الأيمن في الموصل. وفي صلاح الدين قتل 4 انتحاريين بعد محاصرتهم شمالي المحافظة عندما حاولوا التسلل إلى قضاء بجيه، وذلك وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة أكدت أن الهدف من تلك المحاولة استهداف قطاعات الجيش العراقي العسكرية المتواجدة هناك. وكانت مصادر في شرطة بجيه أعلنت مقتل انتحاريين 2 من الإرهابيين بعد صد هجوم للتنظيم استهدف المدينة.